وفي وقت سابق دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حلفاء بلاده في مقدمتهم الولايات المتحدة إلى بعث رسالة وحدة قوية إلى روسيا عبر مواصلة دعمهم العسكري لكييف. We stand firm no matter what Putin tries. He hasn't won any victories. Thanks to Ukraine's success in defense, other European nations are safe from the Russian aggression, unlike in the past. Ukraine can now tackle the Russian dictatorship, so our children and other nations won't have to shed their blood and sacrifice lives defending against Russian aggression. We've already made significant progress. We've shown that our courage and partnership are stronger than any Russian hostility. من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم التخلي عن أوكرانيا رغم انقسام الكونغرس في واشنطن حول إقرار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف. Mr. President, I'll not walk away from Ukraine and neither will the American people. A clear bipartisan majority of people across the United States and in Congress support your country. They understand, as I do, that Ukraine's success and its ability to deter aggression in the future are vital to security for the world at large. ومع الحديث عن إمكانية تقليل المساعدات لأوكرانيا، حضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات مالية ضخمة لأوكرانيا ودعم طموحاتها لإجراء محادثات بشأن عضويتها في الكتلة قبل قمة حاسمة. من جانبه هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعرقلة القرارات الرئيسية المتعلقة بأوكرانيا، مضيفا أنه يعارض خطة الاتحاد الأوروبي لمساعدة كييف على مدار 4 سنوات، كما اقترح أوربان على الاتحاد الأوروبي أن يقدم تمويلا لأوكرانيا لمدة عام واحد دون تعديلات على الميزانية، موضحا أن بودابست ستفكر أيضا في المساهمة في الحزمة. ومعنا من بروكسل السيد إركي سريبتو الخبير في الشؤون الأوروبية، أهلا وسهلا بك معنا. إذا نسأل عن هذه المطالبات من زيلنسكي للدول الأوروبية، وأيضا هناك دعوة لمواصلة الدعم من قبل فوندرلاين، يعني هناك انقسام أيضا في الكتلة الأوروبية حول النظر إلى هذه الإشكالية في ما بين روسيا وأوكرانيا، لكن من وجهة نظرك إلى أين تسير الأزمة، وما هي وجهة النظر الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع تحديدا؟ حقيقة غدا هناك قمة ستعقد للمجلس الأوروبي والذي سيقوم فيه القادة الأوروبيون بحل والتعامل مع هذه الإشكالية واتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، ليس فقط لمواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا اقتصاديا وعسكريا، ولكن أيضا تطلعات أوكرانيا لبدء المفاوضات لانضمامها للاتحاد الأوروبي. معظم الدول، يمكننا القول إن كافة الدول باستثناء المجر الآن تدعم هذا الأمر تماما. بالطبع ليس كل الدول لديها نفس درجة الحماس في هذا الدعم، لكن لا يمكنهم أن يتخذوا أي قرارات بدعم أوكرانيا، لأن السمعة الدولية للاتحاد الأوروبي ستتدمر. وبالتالي في هذه اللحظة هناك محاولة لإقناع رئيس وزراء المجر السيد أوربان بأن يعتمد هذه القرارات الأوروبية وقرارات المجلس الأوروبي غدا.
هل سيحدث ذلك؟ لا أعلم، سيكون من الصعب أن نتنبأ بذلك الآن، لكن السؤال المطروح حاليا والذي أثق تماما أن اجتماع الغد سيتطرق إليه أنه سيكون اجتماعا صعبا ودراماتيكيا وطويلا، وعلى الأرجح سيختتمونه في وقت متأخر أو حتى ربما في اليوم التالي، لذا سيكون اجتماعا صعبا، لكن ليس لديه خيار. سيد سربيتو، ما الذي يجعلك تتوقع أن هذا الاجتماع سوف يكون اجتماع صعب؟ هل هناك فعلا انقسام عميق ما بين الدول الأوروبية في هذا المجال؟ وأيضا أشرت إلى قضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه قضية يعني طويلة. هل هناك تأييد أوروبي بشكل كبير لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن مع وجود هذه الحرب؟ حقيقة منذ عدة أشهر فإن المجلس قد قرر أن يعطي وضعية الدولة المرشحة لأوكرانيا. إذن هناك دعم لهذه الفكرة. بالطبع إن هذه العملية ستكون عملية طويلة، لكنها تمر بالكثير من القرارات المتوسطة، وهذا أحد القرارات المتوسطة أو المرحلية التي ينبغي أن يقرروا فيها إذا ما كانوا سيسمح لأوكرانيا أن تبدأ في المفاوضات للانضمام للاتحاد أم لا. ربما سيتخذون موقفا متوسطا، بمعنى أن يسمحوا لها ببدء المفاوضات لكنهم يقوموا بالإشارة إلى عملية بدء المفاوضات لاحقا. لماذا؟ لأننا الآن في بروكسل هناك أيضا اجتماع آخر مع دول البلقان، وهناك أيضا مطالب منهم بأن يصبحوا دولا عضوة في الاتحاد الأوروبي. وداخل الاتحاد الأوروبي هناك مفهوم بأننا عندما يكون لدينا اتحاد لكل هذه الدول، الآن 27 دولة موجودة بالفعل، لكنها ربما يصل العدد إلى 34 أو 36، إذن فهذه المؤسسات الأوروبية لن يكون من الممكن لها أن تتخذ قرارات في المستقبل، وبالتالي يتعين عليها الإعداد لتغيير المعاهدة الأصلية، وهذا أمر سيكون صعبا للغاية، حتى أكثر صعوبة من مسألة انضمام أوكرانيا من عدمه. وبالتالي هناك الكثير من القرارات التي يتعين اتخاذها، لكن كل قرار له تداعياته، والتداعيات الأساسية ترتبط حاليا بالحرب في أوكرانيا في وجهة نظري. الآن هذا الأسبوع سوف تحتضن بروكسل قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، هل ما تزال أوكرانيا فعلا على قمة سلم الأولويات للاتحاد الأوروبي؟ وكيف يمكن الدعم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وأيضا العسكرية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي؟ نعم، في الحقيقة إنهم يتطلعون للنظر فيما يتحدثون عنه كحلول مبتكرة، إحداها مثلا محاولة استخدام المصالح الموجودة وما حدث نتيجة من تجميد الأصول الروسية في المصارف الأوروبية والنظر فيها والتعامل معها، والنظر إلى مسألة إمداد الموازنة الأوروبية على المدى المتوسط. لكن بالطبع هناك الكثير من الموارد المالية التي من شأنها أن تستخدم لمساعدة أوكرانيا، والمفوضين الأوروبية تقول إنها قد أنجزت ما كانت تسعى لتحقيقه فيما يتعلق بإصدار قوانين جديدة لمكافحة الفساد وما إلى ذلك. لكني أعتقد أنه لو لم تكن هناك حربا في أوكرانيا ما كنا لنصبح في هذا الموقف الصعب فيما يتعلق باتخاذ القرار بالنسبة لأوكرانيا والوصول إلى مراحل متقدمة في ذلك الشأن. الواقع هو الذي يدفع القادة الأوروبيين لاتخاذ قرارات حاسمة، لكنهم ليس أمامهم خيار آخر إلا إعطاء أوكرانيا المزيد من الدعم وإعادة تأكيد دعم. هل من ضمن الخيارات سيد سربيتو، هل من ضمن الخيارات الخيار السياسي والدخول في حوار مع موسكو والخروج من هذه الأزمة؟ هل بات الأوروبيون أقرب إلى هذا الخيار؟ كلا، إنهم بعيدون تماما عن هذا الخيار. الآن لا يوجد أي فرصة بأنهم سيتخذون قرارا في هذا الاتجاه بالقطع لا. نعم، لك جزيل الشكر، كنت معي من بروكسل السيد إنريكي سربيتو الخبير في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك.